قلت بدي اساعدك. 80 نقطة يا ولد، خلها 90 نقطة يا اخي. خلها 90. شف شف خلها 90 يا مسلم. انت بع بع ب 80 ب 80 يا مسلم. لا خارج ب 80 يرزق الله. 80 ما خارج والله، ما خارج والله لو خارج يا اخوي. انا علي تدري 10 نقاط ذي بتكلفني نقل ملكية وهو. اسمع اسمع، صل على النبي. صاحي انت، صل على النبي. 90 يا ولد، انا بروح 90 يرزقك. 90 بارك الله لك يا ولد. ما انت ما انت 81 راح بس يا ولد. انت رجع ما عندي، ما انت بايع 81 راح يا رجال. بيع 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 يا رجال. انت اشري راحت يا رجال. 81 لا ابدا والله، انا عشانك اخوي 82 يا ولد. بال 90 اخذها. 82 لا حلوه. 82 زينه يا رجال. 82 تقطب اغراض. وش تقطب اغراض؟ انا نقاط هي ما هي فلوس. تاخذ حجائر واجد. انت علمني. انت راك مسرزق تاخذ من الكرتون ببلاش تجي تبيع علينا ب 82 نقطه. انت علمني ب 90 نقطه خذيتها يا ولد. اسمع اسمع، قول له تعال اجلس، تعال اجلس. ولا ايش رايك نروح؟ ماني جالس اعلمك يا ولد. انا ما يبي جالس عندك. علمني تبيها بكم؟ ترى السالفه بيننا وبينك. كم تخرجنا؟ 85 شريت. 85 شريت. 82 85 دريت انك سمح ذلحين. 82 خمس ما طلع لي، ما طلع لي. 83 ما ينقص ريال. 85 شريت يا دري. 85 85 نقطة شريت. والله هني باش سؤال شريت ولا لا؟ تدري وين بروح؟ تدري وين بروح؟ تدري وين بروح؟ بروح لعموني بيصارح احنا الحجاير ذي باسمي، يكتبها باسمي في هذا الوقت. يا ولد اجي احطها هنا. اسمع اسمع، تدري كم تكلفني؟ نقرا ملكية، نقرا ملكية، نقرا ملكية وكل شيء علي. على كم؟ كم؟ 90 85 تدري 85. سجل يا كاتب ودقيقة خليني اسجل. بروح سجلها، بروح سجلها. خمسة وثمانين ألف نقطة. طه طه ستة سوى توقيع. شغل زي توقيعين. شغل زي توقيعك يا ذاك. لا بغير عشان بكرة ما تحجني. اسمع اسمع، أحسب أنك في يدي شكل مجير. 85 نقطة راحت علي، حسبي الله على من جاب الحجاير. لا 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 تفرقنا الحجاير يا أبو داحم. لا تفرقنا الحجاير يا أبو داحم. النقاط أهون النقاط تهون منتول. النقاط اليوم تسوى كل شيء. النقاط تسوى عربية ونبطي. النقاط اليوم تسوى كل شيء. النقاط شوف هذه من تدري ايش؟ من عند هيثم. هيثم وش رايك؟ وش رايك نسوي فقرة؟ وش رايك نسوي فقرة تمهني؟ اسمع اسمع، نسوي فقرة تمهني. دقيقة دقيقة، انت الحين اخذت 75 نقطة. طيب كم باقي لي طول العمر؟ باقي لي دقيقة بالله. عطني سجل سجل عندي دفتر. تجي في دفتر؟ اي كل نقطة اخذها في دفتر. اي رجال يا مسلم، انت سنك ما ترقد عندي. انا سجل تدري ايش سجل؟ 3000 نقطة خصم. خصم؟ والله كل نقطة اخذها. ترن ترن تسجيل. صاحي انت يا فهد، يا فهد الحياة ذي يا فهد يبي لها تكتكة، يبي لها دراسة، يبي لها شف. يا اخوي انا كل اسمع 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 تجي تضحك تاخذ لك حجاير كذا تبيع تاخذها ببلاش تبيع ناس 50 نقطة. سخط. انا ضايق ابو محمد، ودي اكسولف معك. شنو بالساعة؟ اسمح لي بس كم نقطة؟ اسمح لي كم نقطة تعطيني؟ حتى على الفضفضة؟ اي يا حبيبي فضفض مع دكان سلمان ملاحي ولا فضفض معك. اسلم اسلم تعال. شنو بالساعة؟ اجلس هنا. تسمح لي اجيك؟ اجلس هنا. تسمح لي اتكلم؟ اجلس هنا. اسمع اسمع يا ابو محمد، جزاك الله خير. الله يجزاك خير. شوف انا ادمي احب القراءة. اقرا قراءة قراءة. والله اني دريت انك ما تعرف تقرا. حد ايش اقول؟ قرايح. قرايح. اسمع القرايح القرايح ما هذه لهجتنا احنا، خلها لا يلا. القراءة. طيب انا رجل اعشق القراءة، اقرا يوميا ما تتجاوز 50 صفحة الى 100. وش استفدت من القراءة؟ اغذي عقلي. عقلك ما جاب لك نقاط، ما جاب لك دراهم. 35 نقطة الحين بتوقيع شيء. هو والله معك حق انه شفت خمسة. شفت انا علمك التجارة. التجارة اصبر اقدر ابيع عقلي. بعقلك ما يجي منك شيء الحين، لازم تغذيه تغذيه تغذيه. يمكن يمكن ترى معجب، ترى الحين يمشي بدون عقل. فيه ترى في ناس انا واجد صح. انا ادري تدري اني تدري ان راسه هنين خفيف. اسمعني هم مستغربين يوم يشوفون راسي ثقيل يقولون انت راسك ثقيل، ما يدرون اني معي عقل. هم طيب اسمعني الحين، الحين لو انت بتبيع عقلك إيه؟ اذا
عقل جديد وبغذيته. بيقول لك يا ولد انا معجب شريف عقل فهد القيس وعانه راح فيها. ولا صاحب له يعني اخذ عقل فهد القيس وراح فيها. انت ودك انك تغذي. ما تدري انك تسقط علي الحين، ترك تسقط علي الحين. اسمع اسمع. بس يلا. اسمع انت ودك تغذي مخك عشان يوم تبيعه وتصير سلعه نادره. هاي شفت فهد القيس كيف يوم شروا عقله بطلان تعال ونشتري عنده. اسوي مزاد اليوم. انت على عقلك احتزم. والله؟ نحتزم والله اني ما اساهم. ليه؟ يا اخي انت عمله نادره. ما تعرف تكذب. لا انا بعرض عقلي للبيع. عرض عقلك للبيع؟ ايوه. الله ما يجيبك شيء. والله ما يجيبك 35 نقطه. والله ما يجيبك 35 نقطه. يعني كم سنه وانا اشيله في مخي؟ يعني وش سوى؟ انا ودي اطلع زي كذا واحط قدام. انت ايش سويت لي؟ وش سويت لي؟ انا اعلمك وش بقول. يعني حتى الدراسه ما نفعني. بيقول لك الدراسة. تدري ايش بيقول لك؟ بيقول لك انت شاعر فذ. طيب وش فادني فيه؟ انا خابر. فادك معك لسان. طيب هذا اللي ينفعني لساني ما نفعني عقلي. طيب عقلك هو يترجم المخ وترجم المشاعر، ترجم العقل والعقل ترجم اللسان ولساني. طيب دي تدري من اول اني احسب ان عقلي وش؟ ان في محركات زي كذا وتعرف اللي تديك في ام سي 3 المحركات. انا ملومكم من عمرك صغير. مسوي ما يتابع على الباديه، قناه الباديه. ليش كنت تتابع؟ يو عيش سفاري. عيش سفاري. كانت امنيتي الوحيده، كنت ما بسجل بدا، كنت ناوي اسجل عيش سفاري. سفاري. عيش سفاري. اسمع اسمع فهد، وانا بقول لك صدق الحين. الحين لو انك فتره وش بتسوي؟ حاسبي ما شغل. والله انا الحين بضيع معك. شفت انا نيزان بن عيد، نيزان بن عيد اول والله حيضك. والله حيضني بليد. تخيل يسلم عليك ويقول الجماعه يسلمون عليك وما تربه من جيش. تخيل بعد، تخيل انك في تربه الحين، تخيل انك شاب النار الحين طال عمر ومجمر. لا شاب نار حو حر حر حو. اشكر ام التكليج. حر حر يا ادم يا اخي حر. لا احنا في تربه، تدري كيف؟ عندنا في ديرتنا عصمه ذي في ثلوج، تساقط ثلوج عصمه تقصد. هذا فهد، هذا حيان، هذا خالد، هذا ماضي، هذا مدخر. مدخر بجدي مدخر. تركت تقول اسمي. طيب. كامل ترى. يلا طيب تركت تقول اسمي. أيوه كامل. خلاص دبح لي ما دب قراد، 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 دبح لي ما. يا فهد يا فهد انا حب فوقك طير. حاول نزل نزله. دبح لي ما دب قراد، دبح لي ما دب قراد، دبح لي ما دب قراد. يا ولد ها عينت لي ناقه. ايه وين هي؟ اسمها جذابه عند سلطان. لا الله يقطع غشك. يوم كانت جدتي الله يطول عمرها كانت تلعبنا فيها زي كذا. ايه صالح مالح تيسن جارح ذبح البارح معي. طيب راح 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 على الحلال. راح 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 لين وقف. حيبة يوم وقف وينشد الرجال قال يا ولد ما عيد. ما يقدر ما يقدر ما يقدر. لا 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 يقدر 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 زعلت. ما يقدر. لا ما يقدر ما يقدر ما يقدر ولا يقدر ما يقدر ولا يقدر. وينشد راح قال يا ولد خبرت لك راك ضايعه. وش قال؟ قال غبي. لا 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 الله يقطعها. 76 يوم رجعنا برعايه. يلا خليك سرعه 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 سرعه. ابو صالح تعال. ابو صالح تعال. جلسه ولاديه تعال. اسمع اسمع ميدي 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 براح جلسة ميديم. بيتر متوزع الجلسات. شغل مايك شغل جلسات سمول ميديم اكس لارج اكس لارج. لا ها شغال صالح جلسات تدري وش؟ والله شوف انت بيتك حجار ولا شبكتها؟ راح شبك صدق حجار شبكها تعال. ما هو بعندنا الضع ما ادري. تعال ابو صالح. ابو صالح ها
عندك تنبؤ؟ لا. ها ها ويجي عندك. عندي فراشة بكرة بسويها. ايش فكرتك؟ خلنا بعدين. بسلك بعلم يا تحت الباب. عادي يا اخي شارك الجمهور. وانا مفاجأة. والله. تفاجيهم. افاجيهم. ايش احنا ايش معنى افاجيهم؟ قد علمتك اول امس. افاجيهم. يا رجل والله انه شغال. تفاجيهم شغال حتى. قول الو. قول الو. الو عموني بعطني صدى. ليه صدى بس عموني بعطني صدى. بس لا عموني فاجيهم. ايوه انا صدى 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 صدى. ايش معنى فاجيهم؟ صدى صدى اتحدى اني اخلي عموني بينطي سماعات. لا 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 عموني بعطني صدى. لا لا يعني هو يلا صابر عليك كذا. هو الحين تلقى زكا يا طالع من برا. ليتك شفت اليوم. بس 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 اذا تضايقت يا عموني بسوي طط عموني بصدى عموني عموني بصدى. اعلمك شيء ترى هذه مخاطرتك عموني بعلى خاص. ما يدري ما يدري يا بشرك ايش سويت. انا اقول عمونير. شوف 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 ايش كم نقطه؟ 85. بلا بغني عموني بعطني صدى خلني احس اني انت لا حجاير 85. ضحك عليك يا ولد فريقي حالك بالبلاء. انا على الطاري صدق. اوه على الطيري. يلا خليني بغني شيء. انت على الطيري. على الطيري. يقول هو يقول كمل يعني سالفتك. يا سلطان انا ضايق ولا ادري وش اللي في ما عاد اتحمل كلمة تزعج اخلاقي أجمل مع العالم ولا كأن فيني شاي وأنا داخل شيء ثنا عزمي وساقي. تعبت أطرد الأمال ما بين ذيك وذي وسابق على الطيب وعلى هقوة الهاقي لكنك تنعت وراضي بالمقدر لي ولا عاد في نفسي حسوفه على الباقي. سلام سلامتكم. يا هلا يا هلا يا هلا كيف الحال؟ عساك طيب. الله يرحمك. شكرا لك عموني. شكرا لك عموني. عم بيدك هي. ربك ما نطلت السماعه بس. انا ولا هو؟ لا هو. يا وقت تقول على الطيري صدق على الطيري. لحظه انا سال قبل شيء سؤال قلت مفاجئ. لا خربتها. طيب انا خبره مفاجئ اللي قلتها لي اول الكلام. انا قلت لك انا بغيت اقول لك لكن انا اعرفها. يلا اعرفها. انا جبت لي يوم قلت مفاجئ. ايه على ايش معنى طيب؟ طاري النقاط وما النقاط ايش هو؟ يا اخي ادمع سن يا اخي ايش معناه طيب؟ ما في درجه ما في فايده وقيس انا طيب ايش معناه؟ صح ما في فايده وقيس يلا يلا تكلم يفاجي يعني ايش؟ انا عندي يفاجي 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 يعني يلا بحط لك في جمله بفاجي صالح طيب يعني مثلا في حاجه ولا شيء ولا مفاجأة صح؟ لا ما له دخل المفاجأة. مفاجئ صار؟ اعطي جملة مفاجئ يسمها. اعطي جملة بعطيك انت؟ لا اعطي هو انا ما انت ابغاك تجاوب. والله انك ما تعلم. انا عارف اعرف بس ابغاك تجاوب. لا لا والله. يلا وش؟ افاجي صالح في اليووك. بقابله. انا خبرها لكن انت دلخ يا دلخ. ابغى افاجي فلان يعني بقابله. فاجيتك يعني قابلتك. يا ولد صدقني يعني انتم صدقني انتم ما شاء الله في اللغة العربية. ايه هو من باب المفاجأة. المفاجأة هي طول عمر انك تواجه بدون قصد. طيب اصبر 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 صح من عقل اصبر 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 لا يا عبد الرحمن انت يمكن تعرفها يلا عطر الجن ذيك ايش؟ الجنية مشان هي الجنية الجن الجنية هي الثمر الثمار لا هذا الجنت. هذا هذولي الربع اللي عندهم وعندنا واحد من عندنا كان في استراحة يجينا ايه ومعنا في استراحة يقول البليه 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 يعني الحاجة أي شيء يقول البليه يعني الحاجة ايوه خطأ والجنت خطأ يعني ايش الجنت عطني اياها في جملة عطنا الجنت يا ولد الحذيان لا ايش اللي قلت وضحت لك الحاجة قلت اي حاجة يعني اي حاجة يقول اي حاجة انت قلت لا اي حاجه يعني شوف انا قلت وقلت انت لا ابى اخلي لغتي صعبه ما اقدر ابى اخلي لهجتي صعبه اطم اطم طيب اسمع 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 جيب كلمه كذا ما نعرفها انا بجيب كلمه طال عمر طيب ايش معنى خضاعه 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 ارض لين لا
ارض قاسي، وترى ما صدق ما حي نقولها بس في قبائل تقولها. هاي اعطني في جمله. لا انا كذا بتضبط النار كلها. انت فيك خضاعه يا فهد، انت فيك رقله. لا اي شوف قرب سخاطه. انت فيك سخنه. هي خضاعه مخضوع يعني مجنون يعني. طيب هو انت صادق. انا على الطاري يا الربع، على الطيري الطيري لما كنت تقولون هاي الربع بيرد. ان شاء الله بعد الفجر بفتح مزاد. على عقله عقلي ببيع عقلي. ما معك شيء. ما معك عقل انت. لا في بوابه. انا علمتك والله هذا مو سر نجاح. ترى يا تخيل سوسو الحين الرجل بيبيع عقله. اسمع بيبيع عقله بيحط عليه مزاد. يا عيال عقلي للبيع. وواحد يسوق بداله باع عقله. فهمت؟ شريتها انت ابو صالح صح؟ وصر الدلخ كذا. الناس ما تجي ما يصير عندك تسويق. فهمت؟ يجي تسويق قماش. لكن لو اني اغذي عقله وتشتريها انت ويومك تشتري وتجمع النقاط وتجمع الدنيا. الناس تقول شوف فهد خلونا نشتري من عندك. وضح فعلى الغامدي اخوي على الغامدي سلطان حميلي. خليه اسكت نقطه لو سمحت. خليك كم نقطه فعلى ذلك. طول العمر الحين لو تشترون مكسرات من متجري طول العمر تشوف تاكل عند احد تقول منين؟ تقول عند عبد الرحمن العزيزي. فهمت؟ وكذا وتشتري عطر. تفضل فاضاد يقول من هذا المنبر ويصرح للعيش. فاضاد ايوه لأول مرة. لحظة بسألك صدق والله. أبوك الله يعطيه العافية بالضاد ولا بالضاد؟ لا بالض. والله نقول ما صادق. بالضاد ولا عصا؟ عصا ولا بدون عصا؟ عصا ولا بدون؟ لا بدون. بدون خلاص. بدون عصا قل بدون. الضاد ولا الضاد؟ يا خذي يلا نتكلم بالعربية الحين. بتصرح بصرح لكم لأول مرة. بتصرح. أنا بتصرح. أنا كنت ما تشوفوني اول اسبوعين مو كنت رسمي. ترى ذاك اليوم كنت لابس عقلي اول 50 مركب عقلي. ايوه بس يوم اني رجعت العيد يا ولد اطالع بطلع زي كذا. ابوي يقول يلا هو عجل عجل لا تبطي زي كذا يا ولد اطالع. قلت يا داخل عقلي ولا خليها اخذ عقلي ولا خليها. قلت يا ولد هذا اللي كانوا يكرر مرتي وانا احطه الدرج ونقفل عليه. ايوه مشيت بس انه جابه لي مضخو قبل يوم. ايوه بعد جاب لي قلت قال خلي عندك. جميل جميل انتبه له. قلت يلا. المهم يا طويل العمر والسلامة. هلا يوم خليت وانا ادير ما ضعوني يشوفني يا طويل العمر والسلامة. وعوني تلفون. اسمع اسمع بنشتري عقل. يلا بفتح مزاد. يلا تعال تعال.